إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أنزل سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصفه الله عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأثنى عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. أما بعد، فإن المتوسم في آيات القرآن الكريم يقف على منهج قويم سلكه الكتاب الحكيم في عرض قصص الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالقرآن لم يسهب في ذكر الأحداث وتحديد الأمكنة والأزمنة، بل اقتصر على مواطن العبرة والعظم في ذكره لقصص الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل مبينا هذه الحكمة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ويقول في ختام سورة يوسف عليه السلام: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وسيرا على هذا النهج القويم، سأعرض لبعض الدروس والعبر المستفادة من هجرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لذا أقول وبالله التوفيق، راجيا منه السداد لأقوم طريق، الدرس الأول الذي نستفيده من الهجرة النبوية الشريفة أن الله عز وجل جعل قداسة العقيدة فوق كل اعتبار، فلا قيمة للوطن ولا قيمة للأهل والمال إذا كانت العقيدة مهددة بالزوال. ألم يهاجر أبونا إبراهيم عليه السلام فرارا بدينه، حيث أخبر الله عز وجل عنه بقوله: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ألم يهجر إبراهيم عليه السلام أباه الكافر حين قال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ألم تتبرأ امرأة فرعون من زوجها الكافر حين قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين؟ ألم يهاجر صهيب الرومي رضي الله عنه فرارا بدينه ويترك ماله لقريش ليستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ربح البيع أبا يحيى؟ هذه الآيات الكريمة
والتضحيات الجسيمة إن دلت على شيء فإنما تدل على وجوب أن يضحي المسلم بالأهل والوطن والمال في سبيل الله عز وجل وفي سبيل العقيدة الإسلامية. ليس هذا فحسب، بل عليه أن يضحي بنفسه التي هي أغلى ما يملك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومن الناس من يشري، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فشتان بين من يضحي بنفسه وماله في سبيل عقيدته وفي سبيل طاعة ربه، وبين من يتنازل عن عقيدته ومبادئه في سبيل الحصول على عرض من أعراض الدنيا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هؤلاء ذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أيها الإخوة والأخوات، إن التمسك بالعقيدة هو الضمان الوحيد للحفاظ على مقدرات الأمة وأوطانها، وهو السبيل الوحيد، هو الضمان الأكيد للحفاظ على أوطاننا ومقدراتنا، وهو السبيل الوحيد لاسترداد ما سلب منها. إن مصيبة الأمة في دينها لهي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى لما يترتب عليها من خسارة في الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا هو الدرس الأول. وأما الدرس الثاني الذي نفيده من الهجرة، فإن الهجرة منحة في صورة محنة، الهجرة منحة في صورة محنة، باطنها فيه الرحمة وظاهرها من قبله العذاب. كيف هذا؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى استنبطوا من أحداث الهجرة أحكاما فقهية، منها وجوب أن يترك المسلم وطنه إذا كان لا يتمكن من ممارسة شعائر الإسلام والقيام بواجباته الدينية. هذه الهجرة تنطوي على القسوة، على الرغم مما تنطوي عليه من القسوة والغربة والوحشة، إلا أن فيها خيرا كثيرا. لهذا يقول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. إذن هذه فوائد دنيوية وفوائد أخروية للهجرة، فهي منحة في صورة محنة، تنطوي على المشقة، تنطوي على الغربة، تنطوي على الوحشة، لكن فيها خيرا كثيرا، فقد تفتح بابا من أبواب الرزق، وقد تكون سببا في تحصيل العلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد، في الأسفار خمس فوائد. ما هي هذه الفوائد الخمس؟ يقول: تفرج هم، قد يكون فيها تفريج للهم، تفرج هم، واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة
ماجد واكتساب معيشة تحصيل للرزق وعلم قد تكون بابا وسببا في تحصيل العلم وآداب قد تكون وسيلة لاكتساب الأخلاق الكريمة وصحبة ماجد تعرف إخوانا لك لم تعرفهم من قبل. إذن هذه من فوائد الهجرة وقد تفتح أو تتيح لك الفرصة للإبداع والتميز. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب. سافر سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت مكوث الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب. فالأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم تصب والشمس لو وقفت في الفلك جامدة لملها الناس من عجم ومن عرب. والعود والتبر كالترب ملقا في أماكنه. التبر الذهب كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب كغيره من الحطب والأخشاب. فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك صار كالذهب. إذن هذا من فوائد الهجرة، من فوائد الهجرة أنها تكسبك علما وقد تكون بابا من أبواب الرزق. فهنيئا لكم لأنكم هاجرتم إلى الله ورسوله طلبا للعلم الشرعي. هنيئا لكم لأنكم اقتفيتم آثار علمائنا رحمهم الله تعالى، حيث كان الواحد منهم يتجشم عناء السفر ويقطع الفيافية والكفار للوقوف على حديث شريف أو معرفة حكم شرعي. هنيئا لكم لأنكم هجرتم مباهج الدنيا وطلقتموها وتفرغتم لطلب العلم الشريف. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي، هكذا يقول الشافعي رحمه الله، من وصل غانية وطيب عناق وأذذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن ورقاتي وتمايلي لحل عويصة بالدرس أشهى من مدامة ساقي. وتبيت سهران الدجى وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. لا يمكن أن تلحق به إن كنت تخلد إلى النوم والراحة. هنيئا لكم لأنكم آثرتم العلم على المال وتمثلتم وصية أبي إسحاق الإلبيري لابنه أبي بكر، يقول مخاطبا ابنه: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت إلى أن يقول له ولا تنشغل بمالك ولها عنه فليس المال إلا ما علمت. ولا تختل بمالك ولها عنه فليس المال إلا ما علمت. وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى. سيكتب عنك علمك في ملائم ويكتب عنك يوما إن كتمت.
وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت العلم مال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما هو رزق ربك؟ العلم من الرزق، لأن شعيبا عليه السلام يقول لقومه، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، ما هو هذا الرزق؟ العلم. وبينهما بنص الوحي بون ستدركه إذا طه قرأت، لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت، وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. هذا هو الدرس الثاني. وأما الدرس الثالث فهو في حب الوطن، لا يعني وجوب ترك المسلم لوطنه في سبيل عقيدته أن الإسلام يتنكر للوطن وينكر حبه، بل على العكس من ذلك. القرآن الكريم بين أهمية الوطن من عدة جوانب. أول هذه الجوانب أن إخراج المرء من داره من أشد العقوبات وأقساها، من أقسى العقوبات وأشدها وطأة على النفس، لذا هدد الكفار بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليصدوهم عن الدعوة إلى الله عز وجل، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. الجانب الثاني بيّن القرآن الكريم أن الإخراج من الديار سبب مبيح للقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، جعل الإخراج من الديار من المحفزات أيضا على القتال. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. نهى الله عز وجل عن بر وصلة من يخرج المسلمين من ديارهم ويقاتلهم في الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. حب الوطن أمر فطري مغروس في النفس البشرية، وهو شيء غريزي مركوز في نفوس الطير والحيوان أيضا. عصفورتان في الحجاز حلتا على فنن في خامل من الرياض لا ند ولا حسن، بيناهما تنتجيان سحرا على الغصن، مر على أيكهما ريح سرى من اليمن، حي وقال درتان في وعاء ممتهن، لقد رأيت حول صنعاء وفي ظل عدن خمائلا كأنها بقية من ذي يزن، الحب فيها سكر والماء شهد ولبن، لم يرها الطير ولم يسمع بها إلا افتتن. ماذا قالت له إحداهما؟ قالت له إحداهما والطير منهن الفطن، يا ريح أنت ابن السبيل ما عرفت ما السكن، هب جنة الخلد اليمن لا شيء يعدل وطن. قالت له إحداهما والطير منهن الفطن، يا ريح أنت ابن السبيل ما عرفت ما السكن، هب جنة الخلد اليمن لا شيء يعدل الوطن. لقد علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم درسا في حب الوطن حين أخرج من مكة. وما أدراك ما مكة؟ إنها منزله الأول، منزله الأول. نقل فؤادك ما استطاب من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي.
يخرج عليه الصلاة والسلام من مكة حزينا ينظر إليها قائلا: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وإنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا درس في حب الوطن. ورحم الله الإمام الشافعي الذي أدرك هذا المعنى وكان قلبه مفعلا بحب غزة، فرضي الله شعرا يقول فيه: وإني لمشتاق إلى أرض غزة، وإن خانني بعد التفرق كتماني، سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها، كحلت به من شدة الشوق أجباني. سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها، كحلت به من شدة الشوق أجباني. هذا هو الدرس الثالث. وأما الدرس الرابع فهو ضرورة الأخذ بالأسباب، ضرورة الأخذ بالأسباب. إن قدرة الله عز وجل التي نقلت محمدا صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل، ثم رفعته إلى السماء ليعود ثانية إلى المسجد الأقصى ثم إلى المسجد الحرام، هذه القدرة الإلهية قادرة على أن تنقله من مكة إلى المدينة دون أن يتجشم عناء السفر. وإن الله عز وجل الذي رزق مريم عليها السلام في المحراب قادر على أن يرزق محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر في الغار دون أن تتكبد أسماء رضي الله عنها عناء الذهاب لإرسال الطعام. وإن جبريل عليه السلام الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بمكيدة قريش قادر على أن يأتيه بأخبار مكة دون أن يخاطر عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه بنفسه ليجمع أخبار قريش ويأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن شيئا من هذا لم يحدث. ولعل الحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا ضرورة الأخذ بالأسباب والتخطيط للنجاح، لأن السنة الله عز وجل في هذا الكون أو من سنن الله عز وجل في هذا الكون أن النتائج مرتبطة بأسبابها، فمن لم يأخذ بالأسباب لا يمكن أن يصل إلى النتائج، فمن جد وجب، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، فلا بد من الأخذ بالأسباب. إن أردت الفلاح في الآخرة فعليك أن تأخذ بالأسباب، فالعاقل أو الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وعيب على بني آدم أن يكونوا أقل توكلا على الله عز وجل من الطير، لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو معناها أنها تسرح في طلب الرزق، لا تجلس في أعشاشها بل تسرح في طلب الرزق ثم تتوكل على الله عز وجل. هذا هو معنى التوكل الحقيقي وليس التوافل. التوكل أن تأخذ بالأسباب، فإذا أردت الفلاح في الآخرة فعليك أن تأخذ بالأسباب. يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. وإذا أردت النجاح في الدنيا فعليك أن تأخذ بأسبابه من الجد والاجتهاد، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال، تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي، يغوص البحر من طلب اللآلي. هذا هو الدرس الرابع. وأما الدرس الخامس فهو أهمية الشباب
في صياغة حاضر الأمة ورسم مستقبلها. الشباب لهم دور في صناعة الأحداث وإحداث التغيير، والدور الذي قام به عبد الله وأسماء ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا يؤكد على هذا الدور. فلا بد من استثمار طاقات الشباب وتوجيهها لما فيه خير الأمة، لا بد من استثمار هذه الطاقات. هل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ شباب والله مبتعلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، ينظر الله عز وجل إليهم في جوف الليل منحنية أصلابهم على أجزاء من القرآن الكريم، كلما مر أحدهم بذكر آية فيها ذكر، كلما مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه. وصلوا كلالهم بكلالهم، كلالهم موصول بكلالهم، كلال الليل بكلال النهار. قد أكلت الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم وجباههم من كثرة السجود لله عز وجل، واستقلوا ذلك في جنب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا رأوا الرماح قد أشرعت والسيوف قد انتضيت مضى الشاب منهم قدما، مضى الشاب منهم قدما حتى اختلفت رجلاه فوق عنق فرس، وتخضبت بالدماء محاسن وجهه، أسرعت إليه سباع الأرض، وانحطت عليه طير السماء، فكم من عين في منقار طائر طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خشية الله، فكم من عين في منقار طائر طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خشية الله، وكم من كف بانت من معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها في جوف الليل للسجود لله سبحانه وتعالى. هل كان أصحاب محمد إلا شبابا؟ شباب والله مكتملون في شبابهم. هذا الشباب لابد له من مقومات، وأول مقومات الشباب الإيمان بالله عز وجل. يقول الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والأمر الثاني الذي لا بد من تحققه هو العلم، لا بد من العلم للشباب، ومرحلة الشباب هي المرحلة التي يتم فيها طلب العلم. اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. والأمر الثالث التقوى، التقوى، فذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته، وهما أمران متلازمان، التقوى والعلم أمران متلازمان، كل واحد منهما يؤدي إلى الآخر. فلا يمكن أن تحصل العلم إذا لم تتصف بالتقوى. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذا التقوى تؤدي إلى العلم، التقوى تؤدي إلى العلم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هو الفرقان؟ الفرقان هو الدليل أو النور الذي تميز به بين الحق والباطل، فهذا النور يقذفه الله عز وجل في قلب من يتصف بالتقوى. إذن التقوى تؤدي إلى العلم، والعلم يؤدي إلى التقوى. لذا فإن العلماء أكثر الناس خشية لله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهاتان
القيمة عن بهما يتفاوت الناس وتكون درجة المرء تبعا لهما. لهذا بيّن الله عز وجل في آية قرآنية أن الكرامة تتحدد بمقدار التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في آية ثانية قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه مكونات الشباب، الإيمان والعلم والتقوى، وأنتم إن شاء الله كذلك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة أكثر من أن تحصى، ومن هذه الدروس الثبات والثقة بنصر الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس نتعلمه من قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والحق أن سمة الثبات وصفة الوثوق بنصر الله عز وجل لم تكن صفة للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل غرسها في نفوس أصحابه. فبعيدة غزوة أحد وقبيل غزوة حمراء الأسد جاء رجل وأخبر المسلمين بأن القوم أو بأن قريشا تعد العدة للكر عليهم، فماذا قالوا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا هو الدرس السادس. وأما الدرس السابع فهو أن المحبة الصادقة تقتضي الطاعة والاستعداد للتضحية. المحبة الصادقة تقتضي الطاعة والاستعداد للتضحية. لقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في المحبة الصادقة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة هي التي جعلت عليا رضي الله عنه يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض نفسه للهلاك. وهذه المحبة هي التي جعلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم تارة وأمامه تارة أخرى، وجعلته يتفقد الغارة للحفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة هي التي جعلت أو دفعت الأنصار إلى الخروج لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم منشدين أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. المحبة الصادقة ليست مجرد كلمة تقال باللسان، ما أسهل أن تقول أنا أحب الله وأحب الرسول، لكن هذه المحبة لها مقتضيات، وأولى مقتضياتها ماذا؟ الطاعة لله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من مقتضياتها الاستعداد للتضحية، كما قلت الطاعة أولا، تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في قياس بديعه، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. تقتضي التضحية، تقتضي الإيثار، وهذا ما فعله الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ماذا نتج عن هذا الحب؟ قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الدرس السابع من الدروس التي نفيدها من الهجرة النبوية الشعور بالمسؤولية، الرحمة والشعور بالمسؤولية. كلنا يعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هاجر إلى المدينة المنورة علنا، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر سرا،
هل كان عمر رضي الله عنه أشجع من الرسول صلى الله عليه وسلم ليهاجر علنا ويهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم سرا؟ الجواب كلا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشجع الصحابة، كما يروي الإمام مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كنا إذا احمر البأس أي اشتد القتال نحتمي به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم سرا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وقدوة، لو هاجر علانية لقلده واقتدى به ضعفاء المسلمين ولعرضوا أنفسهم للهلاك، لذا هاجر سرا. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. وصدق الله يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وهذه الرحمة ليست سمة للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هي سمة أصحابه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه ثمرة من ثمار محبة الله عز وجل للعبد ومحبة العبد لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ما معنى أذلة؟ أذلة معناها رحماء، لأن الله عز وجل يقول في آيات أخرى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأما الدرس التاسع والأخير فنستفيده من اعتماد عمر رضي الله عنه الهجرة بداية للتأريخ الإسلامي. إن اعتماد عمر رضي الله عنه الهجرة بداية للتأريخ الإسلامي يؤكد أن الهجرة هي أعظم حدث في تاريخ المسلمين، لما ترتب عليها من إقامة المجتمع الإسلامي والأنظمة الإسلامية. ولهذا يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. هذا كان في العهد المدني. إذن أولا هذا الفعل أو هذا الاعتماد من عمر رضي الله عنه يدل على أن الهجرة هي أعظم حدث في تاريخ الإسلام. الأمر الثاني، أراد عمر رضي الله عنه أن يؤكد استقلالية هذه الأمة وعدم تبعيتها لغيرها، فوضع لها تأريخا خاصا بها. وأما الأمر الثالث فهو أن عمر رضي الله عنه أضاف عنصرا من عناصر التميز لهذه الأمة الإسلامية، أضاف لها عنصرا من عناصر التميز، فلم يؤرخ لها، أرخ لها بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤرخ لها بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بوفاته كما فعل النصارى. وبهذا أضاف عنصرا آخر من عناصر التميز للأمة الإسلامية التي امتازت بأن الله عز وجل شرفها بهذا الاسم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هناك ومن الذين قالوا إنا نصارى، هم سموا أنفسهم، لكن المسلمين من سماهم الله عز وجل، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فحق لنا أن نفخر بديننا، وحق لنا أن نعتز بتاريخنا. كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا، فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا، وإذا قضيت عرفت كيف تكون حرا. اعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم بدأه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، وقال سبحانه وتعالى قديما ولم يزل قائلا عليما، تشريفا لمقام نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.